حقيقة ملابسات مقتل زكي شلبي. تعرض زكي شلبي صاحب مطعم دنيس في حي بختياري بمحافظة السليمانية لإطلاق نار من قبل مجهول لدى خروجه من مكان عمله. الحادث وقع ليلة 17 من أيار الماضي، ورغم كافة المحاولات الطبية إلا أنه فارق الحياة. لم تكتشف الجهات الأمنية بمدينة السليمانية عن قتلاته لغاية الآن، وكالمعتاد حاولت وسائل إعلام البككة توجيه أصابع الاتهام للديمقراطي الكردستاني البردي دون أي أدلة أو إثباتات، إلا أن ما لا تساوره شكوك أن أحد قتلته الرئيسيين هو البككة وثانيهما الدولة التركية. ولد زكي شلبي في قضاء أرجيش بولاية وان، هاجر من تركيا إلى إقليم كردستان محافظة السليمانية لأسباب سياسية. يدير مطعما منذ 12 عاما في السليمانية، كانت تربطه علاقات قوية مع العديد من وحدات البككة وبالأخص استخبارات البككة وعناصرها من الشمال، أي من أهالي كردستان تركيا والذين تم تنظيمهم في أغراض سياسية وتجارية. فكان يمثل مكتب حزب الشعوب الديمقراطي هدف بشكل رسمي في السليمانية، فكان يدلي بالتصريحات بشكل رسمي باسم هدف، كما كان يشارك في حوارات وبرامج متلفزة. رغم كل هذا كانت البككة تراقبه عن كثب لاعتقادها أنه شخص يمتلك جوانب مظلمة، فالشكوك كانت تساور هذه التنظيمات حول قضية أنه عندما كان زكي شلبي في كردستان تركيا كان معتقلا لدى دولة تركيا، وأنه استسلم للدولة، وأن تركيا قامت بإرساله لسليمانية للتجسس لصالحها. وبعد ادعاءات باعتقال اثنين من مسؤولي الاستخبارات التركية ميت عام 2017 على يد البككة، فارضت البككة رقابة مشددة على العديد من الشخصيات في السليمانية، ما أرغم البعض منها على مغادرتها. فكان زكي شلبي من ضمن من اتهم بوجود علاقات له مع عناصر الاستخبارات التركية المعتقلين لدى البككة. في الوقت نفسه وبحجة تركيبه لأجهزة تنصت في مطعمه للتجاسس على مناضلي البككة وكوادرها، وكذلك بتهمة طرح العديد من الأسئلة على كوادرها وأعضائها وكسبه للرفاق عن طريق الإغراءات المادية، إضافة لذريعة وجود علاقات تربطه بأسايش السليمانية. تم اعتقال شلبي من قبل البككة، فقامت البككة باعتقاله عام 18 وإرساله لقنديل، وبقي فترة تحت المراقبة. إلا أن قضية اعتقاله أثارت ردود أفعال الأهالي فأطلق سراحه، فأظهرت البككة قضية اعتقاله وإطلاق سراحه لأهالي كردستان تركيا على أنها أطلقت سراحه من أجل عائلته وأطفاله وأنه تحت المراقبة، ونأمل منه أن يثبت نفسه، لهذا منحناه فرصة أخرى. إلا أنه منع من المشاركة في أي برنامج تلفزيوني أو لقاءات أو أي تظاهرات، كما لا يسمح له بمخالطة الوطنيين المخلصين. بعدها سمحوا له بالمشاركة في تظاهرات عام 2020، غير أنه قبل شهرين من مقتله حذرت وحدة استخبارات البككة مركز البحث والمعلومات نالبا كوادر البككة من هواجسها وشكوكها بوجود أجهزة تنصل في مطعم زكي شلبي. في تشرين الأول عام 2021 استضافت البككة زكي شلبي في حوار على شاشة تلفزيون ماديا خبر، وخلال البرنامج الخاص حول أقليم كردستان طرح عليه سؤال حول كيفية قيام الدولة التركية بطرح قضية التجسس عليه. شارك زكي شلبي في البرامج وكشف أنه تم اقتراح القيام بالتجسس عليه من قبل المخابرات التركية ميت، فقال: زكي، نعرفك جيدا، أنت شخص مثقف وكاتب وتاجر، هكذا أثنوا علي، ونريد منك أن تساعدنا، هذا ما قيل لي. ما طلب مني هو أن السليمانية هامة بالنسبة لنا من الناحية الجيوسياسية، وأننا نريد معرفة ممارسات التنظيم هناك. والحق أن كلام زكي شلبي في تشرين الأول عام 2021 أطلق شرارة مقتله في أيار عام 22. فهنا توجهان: الأول أن الدولة التركية غضبت واستاءت من حديث زكي شلبي، وأنها اغتالت شلبي خوفا من كشفه لمعلومات أخرى للبككة. التوجه الثاني أن شلبي اغتل من قبل البككة بسبب شكوكها الدائمة حوله واستيائها منه، ما أثار غضبها، فأصابت البككة عصفورين بحجر واحد، حيث تخلصت ممن لا تأمن منه وتثق به، كما جعلت حادث مقتله
مادة ووقودا إعلاميا. في الوقت نفسه فإن اللقاءات زكي شلبي تلفزيونية تفند الشكوك حول الباكيكا وتبددها، غير أن ظهور الباكيكا في مراسم تشييع شلبي لا تلغي احتمالية أن الباكيكا ليست بقاتل على الساحة إطلاقا. ففي عام 2002 اغتالت الباكيكا قياديها ومسؤولها ذو 24 عاما ناصر فاروق بوزكورت ضمن التصفيات الداخلية للتنظيم، فقتلته في قرية سوردي في قنديل لتعود عام 2017 وتعلنه شهيدا للقضية. فكذلك حادث مقتل زكي شلبي، فالباكيكا سخرت الحادث إعلاميا بشكل جيد وأصبح وقودا إعلاميا جيدا لها، وحاولت قدر الإمكان صرف الأنظار عنها وتوجيهها لغيرها من الأطراف. ورغم أن الحادث وقع في منطقة خاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني حتى النخاع، إلا أن الديمقراط الكردستاني استهدف من ورائه. ورغم عدم وجود أي أدلة أو إثباتات، نشرت الباكيكا صورة ادعت من خلاله أن القتلة فروا لأربيل، فهي تحاول خلق فكرة أن القتلة ليسوا في السليمانية، لا تبحث عنهم سدى. فيا ترى لماذا هذا الكم الهائل من الزيف والكذب؟ هل تحاول الباكيكا التستر على قتلة زكي وإخفائهم؟ كما قامت الباكيكا بعد الحادث بحذف تسجيلات برنامج ميديا خبر، تلك التي أكد فيها زكي أن الدولة التركية طرحت عليه القيام بأعمال التجسس لصالح الدولة. فيا ترى ما سبب هذه المحاولات الجادة لمنع المتابعين من مشاهدة مقطع الفيديو هذا؟ فلو أرادت عائلة زكي وذويه أن يتم إلقاء القبض على قتلته والكشف عن هويتهم، ينبغي عليهم الوقوف بوجه استثمار مشاعرهم وأحاسيسهم والتضليل الفكري الذي تمارسه الباكيكا بحقهم. فحتى لو قلنا إن الباكيكا لم تخطط لمقتل زكي شلبي، إلا أن علاقات زكي شلبي أودت بحياته، تلك التي أسستها الباكيكا تسببت بهذا. وبعد أن قامت الباكيكا بتزييف وتحريف حادث مقتل زكي شلبي، تقوم الآن باستثماره في خلق الاضطرابات والفوضى، حيث أصدرت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمعات الكردستانية كجكة بيانا أشار فيه إلى أنه لو تكررت هكذا أحداث فلكل حق الدفاع عن نفسه وله حق الانتقام والأخذ بالثأر، وأنهم سيمارسون عمليات التصفية السياسية في المدن. فالباكيكا خبيرة مختصة وبجدارة وامتياز في مجال إحاكة هكذا مؤامرات ومخططات وكتابة هكذا سيناريوهات، فهي قادرة على ممارسة عمليات الاغتيال ضد منويها ومخالفيها وكذلك ضد الشخصيات المعروفة في محيطها على حد سواء. لذا ينبغي على سلطات إقليم كردستان الانتباه لمثل هذا الاحتيال والمكر والخداع.